تتوج زيارة البابا فرانسيس إلى الأراضي المقدسة بدخوله أهم الكنائس على وجه الأرض، كنيسة القيامة التي شيدت فوق الموقع الذي يعتقد أن المسيح صلب ودفن فيه، وسميت بكنيسة القيامة نسبة إلى قيام المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث بعد موته على الصليب بحسب العقيدة المسيحية. ويرى مستقبلوه بأن الزيارة تأتي في وقت هم في أمس الحاجة إليها. تأتي زيارة البابا فرانسيس إلى الأرض المقدسة في ظروف صعبة، عملية السلام توقفت، فشلت رغم جهود المساعي الأمريكية، يوجد تعصب ديني وتطرف في المنطقة، لا ننسى الاعتداءات على الكنائس التي تتم من طرف يهود متطرفين. تمكن مركز الاستعلامات المسيحي قرب باب الخليل من الحصول على إذن من البلدية لنصب لوحة ترحيب بالبابا، إلا أن البلدية لم تسمح للكنائس في مدينة القدس بتعليق يافطات الترحيب، فأجبرت كنيسة السريان على نزع يافطة علقتها لأيام، وتخشى الشرطة الإسرائيلية من تفاقم العنف في المدينة عقب تزايد مضايقات جماعة دفع الثمن اليهودية المتطرفة وكتابتهم لعبارات بذيئة ضد المسيحيين الفلسطينيين وضد زيارة البابا، بل والتهديد بقتله. هم مجموعات هنا وهناك وأيضا أفراد غير منظمين في العادة، لا يوجد مثل ما هي، ليست منظمات إرهابية، يوجد من يصدر الأوامر، من يخطط ومن ينفذ، لذلك صعب تتبعهم لأنهم غير منظمين، وعادة هم قاصرين يكون في مثل هذه المجموعات التي تسمى شباب شبيبة التلال وغيرها من الجهات اليهودية المطرفة وغيرها التي تقوم في مثل هذه الأعمال عادة من دوافع كراهية ملل، هم متسربون من المدارس، وأيضا عندما تقديم القضاء هنالك يتمتعون من حماية خاصة ضمن قانون العقاب الحماية والمعالجة، مما طبعا يحد من قوة وبلاغة وشدة العقاب. التقيت دوريس عواد عند باب الكنيسة وحدثتني عن تزايد المضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيين المسيحيين منذ وقت، وترى دوريس أن لزيارة البابا جانبا سياسيا. هذه التهديدات تصدر من جماعات يهودية إسرائيلية يودون فقط طمس الهوية الفلسطينية العربية المسيحية أو المسلمة في هذه البلاد المقدسة، يستعملون هذه الأساليب للتخويف وترعيب الناس من الوصول إلى القدس، ولكن نحن صامدون في هذه البلد، لا تهمنا هذه التهديدات ولا هذه الشعارات التي من هدفها فقط الترهيب والتخويف، ونحن أصحاب حق ولا يوجد صاحب حق يخاف من هذه الشعارات. يرفع المسيحيون شعار توحيد الكنائس المسيحية المتعددة الشرقية والغربية، وهم يأملون في أن يفضي اللقاء التاريخي بين البابا فرانسيس وبطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي بارثولوميوس وبطريرك الروم الأرثوذكسي ثيوفيلوس والبطريرك الأرمني وسائر رؤساء الكنائس في القدس إلى توحيد الاحتفالات للطوائف المسيحية، وسيحيون ذكرى اللقاء التاريخي بين البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغورس الذي تم قبل 50 عاما. تقع كنيسة القيامة في قلب القدس الشرقية المحتلة، ويأمل المسيحيون من زيارة البابا أن تعزز من صمودهم فيها وأن يحققوا حلمهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. نوال أسعد، BBC القدس.